الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يؤكد في منشور له على منصته تروث أن منافسته السابقة على انتخابات الرئاسة الأمريكية نيكي هيلي ليست من بين الأشخاص الذين يفكر بهم لمنصب نائب الرئيس. نيكي هيلي ليست من الأشخاص الذين أفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس، لكنني أتمنى لها كل السعادة في العالم. تصريح ترامب هذا جاء بعد تكهنات حول من سيرشح لمنصب نائب الرئيس بالانتخابات القادمة في نوفمبر التي سيخوضها ضد بايدن، إذ كانت نيكي هيلي من بين الأسماء المطروحة مع السيناتورين تيم سكوت وجي دي فانس والنائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك وفق فرانس بريس. فيما يعتبر وجود اسم سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة هيلي ضمن الأسماء المقترحة لترامب أمراً مفاجئاً لمعارضتها الشرسة له، غير أنها تحظى بشعبية لدى الناخبين الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، وهي من الأصوات التي قد يسحبها جو بايدن من دونالد ترامب.